اهلا وسهلا لكل متتبعي جريده صوت العداله الاوفياء اينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنتمنى تكونوا بخير دائما. نجدد الترحاب بكم مره اخرى من قلب العاصمه الاسماعيليه مدينه انكناس لننقل لكم بالصوت والصوره الاحتفال باليوم العالمي للوقايه المدنيه. مشاهدينا الكرام، لمعرفه التفاصيل لنتابع نحن واياكم هذا الروبورتاج، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، تحتفل المديرية العامة للوقاية المدنية بيومها العالمي تحت شعار دور التكنولوجيا في تقييم المخاطر. إذا مشاهدينا الأوفياء، نترككم مع أجواء الاحتفال. لتحقيق مزيد من النجاحات في عمليات البحث عن الضحايا، تم إحداث الوحدة التقنية للحيم. سعيدة كأديبة وكشاعرة وباحثة على يد الدعوة الكريمة، سعيدة كذلك كمديرة تربوية لمجموعة مدارس لافونداسيون الخاصة. بهذه المناسبة أحيي الرئيس المؤسس السيد محمد مسرار على انفتاح هذه المؤسسة، ليس فقط دائما أقول التربية والتعليم، إنما التوجيه والاستمتاع بهذه الخرجات المتميزة. لابد أن نقف هنا ونقدم الشكر إلى الوقاية المدنية على ربوع المملكة المغربية، صفوف أمامية في زمن كورونا وصفوف أمامية دائما في الكوارث الطبيعية والتدخلات المستمرة سواء في حوادث السير وما إلى ذلك. سعيدة بقدوم مجموعة مدارس لافونداسيون الخاصة كمديرة تربوية وحضور مجموعة ديال التلاميذ والناشئة، ما أروع أن يتعرفوا على هذا القطاع. بهذه المناسبة لا يفوتني أن أحيي السيد جبابري في هذا القطاع، شكرا على دعوته الكريمة وشكرا لهذا الشخص الأنموذج في هذا القطاع. أحيي كل يعني الرتب داخل القطاع الوقاية المدنية، وأسأل الله تعالى وأنا في هذا اللقاء بالشفاء العاجل إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعله الله دوما تاجا فوق رؤوسنا، وحفظ الله المغرب المملكة المغربية وطنا وشعبا، وحفظ الله كما أقول دائما ملكنا العزيز، ودام وطني وطن سلام، وطن محبة، وطن تعايش. وشكرا لصوت العدالة على هذه التغطية، ودمتم دائما متعلقين سيدتي.